متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تأثرت المملكة خلال اليومين الماضيين بحالة ماطرة وحالة من عدم الاستقرار الجوي كانت قوية في بعض المناطق. شملت هذه الحالة الأجزاء الغربية من المملكة، الأجزاء الشمالية أيضا، وأجزاء من المنطقة الوسطى. خلال الساعات القادمة تتراجع نطاقات تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، لكن تبقى تأثيراتها على المنطقة الغربية والأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية، على أن يميل تدريجيا الطقس للاستقرار أكثر خلال اليومين القادمين، مع توقعات بأن تتأثر المنطقة الشمالية بحالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارا من يوم الأربعاء. سنستعرض تفاصيلها خلال هذه النشرة، لكن لا بأس نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم، حيث انتشرت كميات كبيرة من الغيوم. هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي التي أثرت في عموم المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية الغربية، هي كانت عبارة عن غيوم رعدية عملت على طول زخات رعدية من الأمطار، كانت غزيرة في بعض المناطق، وأيضا تساقطت مع حبات للبرد وأيضا نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار، فيما تراجعت تأثيرات هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية بسبب امتداد لمرتفع جوي في هذه المناطق. بالتالي انحصرت حالة عدم الاستقرار الجوي خلال ساعات نهار اليوم الأحد في المنطقة الجنوبية الغربية. خلال الساعات القادمة وخلال اليومين القادمين تحديدا يوم الاثنين والثلاثاء تتراجع تأثيرات هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، الطقس الاستقرار أكثر، لكن تبقى الفرصة مهيئة لبعض التشكلات الرعدية في المرتفعات الجنوبية الغربية بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر. نستعرضها في هذه الخريطة لتوزيع الأمطار من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء. يوم الاثنين بإذن الله تبقى حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي أو محدودة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على المرتفعات الجنوبية الغربية، تكون الفرصة مهيئة خلال ساعات ما بعد ظهيرة وعصر ومساء يوم الاثنين لبعض التشكلات الركامية في المرتفعات الجنوبية الغربية. يوم الثلاثاء طقس مستقر بشكل عام، تتراجع تأثيرات الحالة من عدم الاستقرار الجوي، لكن تبقى الفرصة ضعيفة لبعض التشكلات الرعدية أيضا خلال ساعات الظهيرة والعصر في المرتفعات الجنوبية الغربية، فيما تبدأ حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي بالنشوء في المنطقة الشمالية مجددا، تظهر على الخرائط بشكل أفضل خلال يوم الأربعاء، تشمل منطقة تبوك، منطقة الجوف، وصولا حتى مرتفعات المدينة المنورة اعتبارا من الأربعاء، وتستمر حتى نهاية الأسبوع. لكن بشكل عام هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي ستكون محدودة التأثير. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية خلال فترة السحور. طقس غالبا صافي، 23 درجة مئوية، الملموسة أيضا 23، الرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة، وبالتالي السحور في الخارج سيكون جيد. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين طقس مستقر ومشمس، 32 إلى 22 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ترتفع درجة الحرارة لتسجل 34 إلى 24. يوم الأربعاء 35 إلى 26 درجة مئوية مع أجواء مستقرة بشكل عام. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.